بنصحهم انهم لما يجوا على البلد سواء بدهم يشتروا ملابس او يشتروا شيء ما بيشتروا خضره نفس البلد لانه في سوق متكامل جميع الخضره متوفره الفواكه متوفره. I think that there's a lot that you can learn from the culture in this area, lots of different food you can try, people to meet, and I think it's an all around great experience. سوق الوخارية من أقدم الأسواق في العاصمة عمان، ومعظم المواطنين كل طلباتهم بنلاقوها في سوق الوخارية. سوق الوخارية بتميز أشياء كثيرة، منها الشرقيات، منها التحف، منها الإكسسوارات، منها زينة الشوكولاتة، منها الكلف، منها الأزرار، يعني كل ما يلزم المواطن تقريبا موجود في سوق الوخارية. في البلد يعني هي أساس المدينة، منطقة البلد هي أساس المدينة، التجارة كلياتها نبعت من هي من وسط البلد. الغريب لما بنزل على المدينه فبيسال وين الداون تاون اللي هو وسط البلد، فاي انسان بيسافر على اي بلد ان كان اجنبي او ان كان بلد عربي بيسال وين وسط البلد. عملات عربيه، عملات اجنبيه، من الزباين اللي بيفوتوا لعنا بيشتروا من عنا، فهم بيطلعوا بيشوفوا العملات فبيقول لك خذ حط لي هاي، يعني بيعتز في عملته فبيحط لي اياها تحت الزجاج عنا مشان الناس تيجي تتفرج عليها. والله عندنا بندورة حمرا حمرا وبتغني لابو صبرا.